من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم ما بعد نواصل الدرس اليوم، واليوم في نواقض الوضوء، نواقض مبطلات، يقال نواقض بمعنى تنقض تغير تبطل، نواقض الوضوء أي مبطلات الوضوء. من توضأ فطرأ عليه واحد من المذكورات التي سنذكرها فقد بطل وضوءه، لازم عليه أن يعيده من جديد. مفهوم؟ هذه النواقض في النص يذكر صاحب النص في النظم أنها 16 ناقض. يقول عندكم في النص فصل النواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، وضائق نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذائم وجدت لذة عادة كذا قصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر، ويجيب استبراء الأخبثين مع سلت ونت ذكر وشد دع، وجاز الاستجمار من بول الذكر كوائط لا ما كثيرا انتشر. هكذا النص، نص ابن عشر. نواقض الوضوء، نواقض جمع ومفرده ناقض، والناقض المبطل المغير كلها بمعنى واحد. قال نواقض الوضوء 16 بمعنى 10 و6، 16 ها 16. أولها بول، يريد به البول، يريد أن من توضأ ثم ذهب للبول أكرمكم الله نبدأ اليوم. سمعت، أكملنا بيتين خلاص. فصل النواقض الوضوء 16: بول وريح سلس إذا ندر، وضائق نوم ثقيل مدي، سكر وإظماء جنون ودي. خلاص أكملنا هذا. لمس وقبلة وداء وجدت لذة عادة كذا قصدت. البيت الثالث يقول مما يبطل الوضوء لمن توضأ: من توضأ ثم ذهب لزوجته فلمسها قصدا للذة، سواء وجدها أم لم يجدها، طالما أنه طلبها فلمسها لذلك فقد بطل وضوءه، لا بد أن يعيده. مفهوم؟ هذا هو اللمس. واللمس يريد به هنا مقدمات الجماع دون أن يجامع. من توضأ ثم دخل على زوجته وباشرها بمقدمات الجماع، سواء جامع، سواء وجد اللذة، سواء لم يجد، فقد بطل وضوءه طالما أنه قصد. مفهوم؟ نعم. ويطرق أيضا في القرآن على الجماع لمس. لمس وقبلة، القبلة ما يكون بالفم، والقبلة ما يصلى إليه وهي الكعبة. القبلة بكسر القاف هي الكعبة، والقبلة هو من إيه من التقبيل. من توضأ ثم ذهب لزوجته فقبلها يريد بذلك اللذة والشهوة، سواء وجدها، إذا قبلها وهو لا يريد الشهوة فوجد اللذة فقد بطل وضوءه، وإذا قبلها يريد اللذة ولو لم يجدها طالما أنه قصد التقبيل بذلك فقد بطل وضوءه، لا بد أن يعيده. لمس وقبلة، وذا إن وجدت، سواء وجدت اللذة لذة عادة كذا قصدت، سواء وجد اللذة، إذا وجد اللذة سواء قصد أم لم يقصد فقد بطل وضوءه، وإذا قصد وجود اللذة سواء وجدها أم لم يجدها فقد بطل وضوءه. إلطاف المرأة، إلطاف المرأة إدخال المرأة أصبعها في فرجها بعد أن توضأت، فهي إن فعلت ذلك فوضوءها قد بطل، لا بد أن تعيده.
لإلطاف إلطاف المرأة وإدخال المرأة إصبعها في فرجها بعد أن تتوضأ وقبل أن تصلي، فإن فعلت ذلك فقد بطل وضوءها فلا بد أن تعيده. كذا مس الذكر، من توضأ ثم مس الذكر ذكره منطقة الفرج ويحد ذلك الملائكة المالكية بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنب الكف أو بجنب الأصابع، فإن مس ذكره بباطن الكف أو الأصابع أو بجنب الكف أو جنب الأصابع فقد تغير وضوءه. إلطاف مرأة كذا مس الذكر. اختلف المالكية عند قول الناظم هنا، كثيرون اختلفوا هل إن مس ذكره وبينه وبين يده حائل كلباس مثلا، مس ذكره ولكن بينه وبين بين أصبعه وبين الذكر لباس، هل يبطل وضوءه أم لا يبطل؟ فذلك خلاف عندهم، ولكن إن مسه مباشرة فقد بطل، وهو الذي أقصده هنا. إلطاف مرأة كذا مس الذكر. والشك في الحدث، الشك مبطل للوضوء ولكن مبطل غير مباشر. مثلا من توضأ وفيه وسوسة، تعرفون الوسوسة؟ تعرفون الوسوسة؟ من توضأ مثلا والوقت بقي منه 20 دقيقة ثم خرج وقبل الصلاة انتابه الشك هل هو توضأ أم لم يتوضأ، عرفتم هذا؟ فإذا استيقن أنه توضأ وزال عنه الشك فليصلي بذلك الوضوء، وإذا بقي معه الشك بين احتمالين، احتمال أنه ما توضأ واحتمال أنه توضأ، عرفتم أن هذا الشك؟ فقد بطل وضوءه، يبني على أن وضوءه قد بطل ويعيد الوضوء من جديد، مفهوم؟ كمان أيضا توضأ ثم دخله شك هل تغير هل بطل وضوءه أم لم يبطل، مثل من توضأ للظهر ثم يريد بذلك الوضوء أن يصلي به العصر، فلما قرب وقت العصر لم يعد يعرف هل بطوله هل وضوءه ما زال صالح أم تغير بحادث أو بول أو ريح أو طالما أنه دخله الشك فالشك ناقض عليه أن يذهب ليتوضأ ويزول الشك، مفهوم؟ والشك في الحدث كفر من كفر. كذلك الكفر كفر من كفر يريد بها الردة، أعاننا الله وإياكم. المرتد تقال للذي عرف الإسلام ثم رجع عنه بعد أن عرفه واعتنقه، وطالما أنه لم يعرفه فلا يسمى مرتد فقد يقال له كافر، لكن إذا كان دخل الإسلام ثم فعل ما يخرجه عن الإسلام وإن رجع بسرعة فيعتبر رجوعه بعد ردة. قاله وكفر من كفر. مثلا من توضأ ثم حدث منه فعل يخرجه من الإسلام كالذي توضأ ثم قصا سب أحد أنبياء الله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، أو أهان القرآن، أو تجاسر على مقدسات المسلمين، فهو بذلك الفعل قد خرج من الإسلام. فلو أنه بادر ورجع بسرعة فالله إن شاء الله يقبل منه الرجوع، ولكن خروجه ذلك أبطل وضوءه فلا بد أن يعيده، مفهوم؟ كفر من كفر. والشك في الحدث كفر من كفر، ويجب استبراء الأحدثين أليس؟ ويجب استبراء الأخبثين مع ويجب استبراء الأخبثين سلت ونتر ذكري والشدد. الاستبراء يقال للطهارة بالحجر أو بالعود أو بالتراب من أحد المخرجين، مخرج البول أو مخرج الذكر، مخرج البول أو مخرج النجاسة. يقول هو
يجب على من يريد أن يتطهر من النجاسة أو من البول أن ينتظر حتى ينتهي خروج ما كان سيخرج، حتى إذا خرج كل شيء فليبادر بالاستبراء بأن يمسح بالحجر أو بالحطب أو بالتراب، وإن فعل ذلك قبل الماء ثم أتبعه بالماء فذلك حسن، ويجب الاستبراء الأخبثين. هذا بالنسبة لمخرج البول، يجوز في حق الرجال الاستبراء بالحطب وبالحجر، ولكنه صعب في حق النساء. وبالنسبة للأخبث الأخبثين النجاسة للنجاسة بالضبط، يجوز الاستبراء بالحطب وبالحجر ما لم يكن تكن النجاسة انتشرت على المخرج، فإن انتشرت فلا يعود الحطب يكفي فيها. وعلى أي حال يجب على الإنسان إذا توفر له الحطب أو الحجر أن يتطهر بالحطب أو الحجر أولا ثم يتبعهما بالماء، ويجب استبراء الأخبثين. وأيضا قال مع سلت، سلت سلت هو أن تفعل هكذا للذكر بخفة دون شدة، ينهى عن الشدة لعل أن يؤدي ذلك إلى مرض للإنسان ونحو ذلك. مع سلت ونتر ذكر، هذا بعد أن ينتهي الإنسان من البول. لماذا؟ لعل أن يكون هناك قطرة من البول خرجت من المخرج وبقيت في الذكر، فهي قابلة لأن تسقط في أي وقت فتنجس صاحبها وتنجس ثوبه. لذلك قال يجب أيضا لمن بال أن ينتظر حتى ينهي البول ثم يسري تذكره خفيفا نتر ذكر، والشد دع الشدة أي لا يسرته بقوة، القوة لا يفعلها، ولكن يسرته بخفة حتى يخرج ما كان قد خرج أصلا، مفهوم؟ والشدة دع. وبعد ما بعد ذلك ويجب استبراء الأخبثين مع سرت ونتر ذكر والشدة دع. وجاز الاستجمار من بول الذكر. يقول يجوز للذكر عند البول أن يستجمر، يتطهر بحجر أو بحطب إذا لم يتوفر له الماء. بالنسبة للرجل، الرجل إذا لم يجد الماء عند البول، خاصة عند البول، الرجل إذا لم يجد ماء عند البول يجوز له الاستجمار، وهو أن يأخذ عودا من الحطب أو كومة من التراب أو حجر فيستجمر أي يتطهر بهما، يمسح بهما من بول الذكر. جاز الاستجمار من بول الذكر. قالوا خص الذكر لأنه لا يجوز في حق المرأة إلا عند الضرورة. كضائط أيضا يجوز الاستجمار أي التطهر بالحطب أو بالحجر من الغائط وهي النجاسة، لا ما كثيرا انتشر، في حال ما إذا كانت النجاسة يابسة بدون أن تنتشر على المخرج، فإن تفرقت على المخرج لن يصبح الإنسان غنيا عن الماء بل لا بد من الماء. ويجب الاستبراء من بول الذكر كضائط لا ما كثيرا انتشر، انتهى. وجاز الاستجمار من بول الذكر كضائط لا ما كثيرا انتشر، انتهى. خلاص.